فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: رجل اشترى دخان من صاحب محل بمبلغ آجل. رجل اشترى دخان دخانا رجل اشترى دخانا من صاحب دخان، ما هو بيباع، ما هو بيباع الدخان، اللي باع التثن يعني المادة الحشيش هذا. هنا يقول: رجل اشتراه من صاحب محل بمبلغ آجل، فلما حل الأجل رفض المشتري أن يسدد ما عليه بحجة أن هذا حرام، فما حكم هذا الفعل وهل له مطالبة؟ تروح للمحكمة، هذه خصومة، تروح للمحكمة وينظر فيها القاضي. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.